أستغني بكل معنى هذه الكلمة عن هذه العدة بشكل كامل، ولا أخاف أبدا أبدا أنني سألتقي بالبرغة أو يوما ما سأتواجه مع الشغلة اللي ما بحسين ما عندي حل معها. وكمان هذه الشغلة الليزر ما كمان تأتي، الناس كثير من الناس لا يركزون عليه ويفكرون هذه فقط زينة أو من أجل مفاتيح. لا، مع البنسل ليزر مان احيانا اذا تدفع فرق شويه مصاري بيجي هيك التحويله. هذه التحويله هي بتركب هون، طبعا مو كل بنسات بيجي الى هذا المكان، بتركب هون هذه التحويله من اجل الوصول الى بعض الاماكن اللي ما يدخل فيه هذه البنسه، وكل هذه الرؤوس التي موجوده معاها تركب هنا. ولكن انت إذا ما مرتاح في استخدام هذه البنسة أو تخاف أن تخرب هذه البنسة في ضغط معين، مثلا تفك في قطع كبيرة كما أنا أستخدم، مثلا أحيانا أستخدم هذه كما ترون هنا وهنا تركيبها هكذا فقط، وهذه القطعة هي تتحمل، هذه الكربين يتحمل ضغط كبير جدا جدا، وانا جربت لحتى ما كنت احسن امسكها بيدي، كنت استخدم قطعة مطاط كبيرة وامسكها واشد وتتحمل هذه القطعة وتتحمل هذه وتتحمل كل رؤوس. انا ما رأيت ولا مرة من استخدامي لمدة 4 سنوات انه احد من الرؤوس صار معاها شيء. هذا مهم جدا جدا، يعني كلنا نعرف كل من يستخدم او استخدم هذه المفاتيح النجم ولا مسدس، كله يعرف انها تخرب، انها لها مده معينه وبعدها بتروح الرؤوس وبتقص. وكمان يعني لازم تكون هي شركه كثير غاليه حتى تضل معك فتره طويله. فها هي الشركه الجيده والمعدن تبعها ممتاز جدا. طبعا هذا لحاله، هذا الطقم سعره 25 دولار، اليوم عندنا في السوق متوفر والله أعلم قطعتين ب 45 دولار بيجي. هي تستحق، ولكن إذا أنت شخص دائما جالس مثلا بالمكان معين في الورشة وكذا، طبعا بالنسبة لك هذا مو كتير مهم، وهذه تعتبر تكلفة كبيرة أو دفع السعر يعني دون أي فائدة فقط من أجل الجمال. هو اللي هيك نوع من الناس، هو دائما هكذا، هم هكذا ينزلون. ولكن إذا أنت الشخص شغلتك دائما عسكرة وأنت دائما في الطريق ودائما تحتاج إلى عدة، فهذا هو أحسن الحل. إذا أنت تريد أن تتقن في عملك تركيب الناظور، يعني تحدث حالات كثيرة جدا، بدها بنسة سكين أو مثلا كل هذه أنواع المفاتيح. مرة في المعركة أنا كنت واقف جنب البيكاب شاس اللي كان راكب عليه 23 مجوز، والكبل اللي هم بيشدوها من أجل تلقيم هذا الكبل، المسكة تبعه انقطعت وهو ما كان يحسن يمسك هذا الكبل، وسبحان الله هو جاي بالبيكاب وجاي راكب ويرمي ويستخدم هذا الرشاش الثقيل وما معهم بنسة بالسيارة. هذا طبعا يعني أنا أعتبرها أنها خيانة. الشخص جاي لوين ما بيعرف، هذا الشخص كان مسؤول على أن يغطي ذلك المحور كله، وهو تعطل معه رشاش وهو ما رمى. وطبعا هو الشخص راكب بيكاب شاس كان يسأل مشاط، يعني يسألني هل معكم البنسة؟ يعني تتصورون هذا الموقف؟ هذا يعني الحالة مبكية جدا جدا بالنسبة إلي. يعني طبعا في ذلك الوقت أنا لسه ما كنت حاصل على هذه البنسة وما كانت معي بنسة ورديت عليها لا، ولكن ما من أجل المعركة وهذه الأمور ما دخلت معه في النقاش. طبعا هذه البنسة هي ليست رخيصة، طبعا هي أغلى من هذه العدة ب15 مرة، لا شك في ذلك. ولكن كما قلت لكم أن من حجمه ومن جودة، يعني كما
كلما أنا استخدمت دائما أستغرب اللهم بارك أن هذه القطع هي حقا تستحق ومعدنها جيد ويتحمل. ويعني هذه القطع تشتريها وإذا ما ضيعتها يعني تبقى معك للفترة لحتى تستشهد، فلنقول هكذا. وسعرها هذه البنسة لحالها اليوم هذه ليست للبيع، هذه أنا أستخدمها وفرحان جدا. الأخ يبيع منها واحدة هي نفسها ولكنها جديدة جدا، ومعها كمان نفس العدة هي بالشحن طبعا، ومعها هذول اثنين وكمان هذه هذا المفتاح. طبعا بدون هذه التحويلة المفاتيح تركب هنا، كل هذه الرؤوس تركب هنا. هذه البنسة سعرها 250 دولار وهي جديدة وهي موجودة عندي. الذي يريد أن يشتريها مو موضوع التجارة فقط. الأخ لا أعرف، مهم يبيعها، هي موجودة عندي. هي تستحق، والناس يلي استخدموها هني بيعرفوا حقا أنه هي بتستحق هذا السعر، ولكن الناس ما بيعرفوا أنه شغلتهم يعني ما مثل شغلتي مثلا أو شغلت الإخوة الآخرين، هني ما بيقيموها. واللي أحيانا بيعترف أنه هذه البنسة هي تستحق أنه هذا حقها بيكون ما معه الحق البنسة وكذا. يعني 250 دولار هذا مبلغ بصراحة كبير جدا جدا، ولكن هذا لا يعني أنه بنسة هي ما تسوى هذا المبلغ، بل هي تسوى. والناس قبل شرائه قبل استخدام هذه القطعة يفكرون أنها حقا غالية، ولكن الذي استخدمها مرة لن يعترف بأي عدة أخرى إلا بنفسها. أظن أن هذا المقطع كان مفيد لكم، وكثير منكم يعرفون هذه العدة ويستخدمونها، وبصراحة هي عدة جيدة. وبعض البنسات الليزرمان تأتي فيها يعني لسه القطع الأكثر ممكن تستغني عن هذا الشيء، وممكن البنسة فيكتورينوكس تستغني من المسطرة، يعني كل شيء متوفر عندها، بل قطع كثيرة وكثيرة. وبعض الليزرمان يأتي معه حتى مقص جودتها ومعدنها جيد جدا ممتاز يعني. وهذا كثير كثير المفيد للناس اللي عايشين في مثلا اليوم بالنقطة غدا بالنقطة أخرى، وهيك هو دائما هذه العدة معاه. يعني حتى أنا استخدمت مو فقط في مجال الأسلحة، أنا استخدمت هذه العدة في تسليح الميتورات وفي حالات عديدة وعديدة، يعني ما كثيرة إذا أردت أن تذكرها يعني. وأي شيء أردتم استفساره أو مثلا بنسة معينة رأيتم في البيع منها أنه هذه جيدة أم لا، هي تتحمل أم لا، هذه الأسئلة كمان أستطيع أن أجاوب عليها، وأستطيع أن أنصحكم بالبنسة اللي هي أرخص وهي كمان ممكن ميزاتها أكثر من ميزات ليزرمان موت. أو تكتبون على الخاص أو تكتبون أو يعلقون على الفيديو. فجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.